بالحبر الجديد. أهلا بكم. في الصحف والمواقع، المكانة المتعززة للأسد في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، نقرأ فيها آرتس الإسرائيلية. من واشنطن بوست نقرأ لدانيس روس، اتفاق نووي إيراني جديد قد يكون في الأفق. من الأخبار اللبنانية نقرأ، الجولاني يصعد ميدانيا والفصائل تنتظر كلمة السر، أنقرة دمشق انطلاق أولى خطوات فتح الطرق. في الحدث هذا اليوم، جدل في الأردن حول الموارد النفطية الدفينة، تصريحات حكومية تقف على طرفي نقيض، هل تغلق الباب أمام ملف استكشاف الطاقة؟ وفي جديد اليوم، الرئيس الروسي يعد تمرد قائد مجموعة فاغنر طعنة في الظهر ويتعهد بمحاسبة المتمردين. ونقرأ في الميادين نت ضمن صفحة متابعات مقالا لإبراهيم علوش بعنوان في الجغرافيا السياسية لليورانيوم، وضيف اليوم عمر عود. المكانة المتعززة للأسد أيضاً في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، عنوان مقال لمحلل الشؤون العربية في صحيفة آرتس تيفي بيرئيل. المعارضة الأمريكية لتطبيع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم مع نظام الأسد مع جهود إدارة بايدن لكبح جس نبض تركيا لتطبيع علاقاتها مع الأسد أيضا جاءت متأخرة ومن دون ذخيرة. اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران ودعوة الأسد إلى القمة العربية أوضح لواشنطن أن معارضتها سجلت ووضعت في الدرج. في الأسبوع الماضي نشر أن الأسد طلب قرضا كبيرا من روسيا، أي أنه يفهم أن مساعدة عربية مكثفة غير متوقعة حاليا، لكنه سبق أن حصل على الشرعية العربية رغما عن إدارة بايدن التي عليها أن تشرح لخصومها في الكونغرس لماذا لم تنجح في منع هذه العملية. استئناف عضوية سوريا في الجامعة العربية منح دعما قويا لجهود الأسد لاستكمال سيطرته على كل الأراضي السورية وطرد القوات الأجنبية، أي التركية والأمريكية. الشعور الجديد للأسد بالأمن يمكن ملاحظته في الطريقة التي يجري فيها مفاوضات مع تركيا، ليس واضحا إذا كان الروس يزيدون أنشطتهم كرسالة للأمريكيين للكف عن المساعدة التي يمنحونها لأوكرانيا، أم أنهم قرروا زيادة جهودهم لدفع الولايات المتحدة إلى الخروج من سوريا خشية أن تتطور المعركة ضد داعش إلى معركة ثنائية بين قوتين عظميين في أرض من دون أهمية استراتيجية. أجدد الترحيب بك ضيفنا من عمان الأستاذ عمر عواد، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي، ولعل السؤال اليوم يكمن حول الاحتلال الأمريكي المستمر في التواجد شرق سوريا ونهبه لخيرات سوريا من موارد نفطية وحتى موارد طبيعية أيضا، وإضافة إلى سرقة وتدمير المحصول القمحي، هذا المخزون الاستراتيجي لسوريا. اليوم باستثناء قانون قيصر، هل لا تزال تملك الولايات المتحدة في المشهد السوري أي أدوات نفوذ وسلطة على حلفائها؟ بلا شك أنه تغيرت المعادلات في الأزمة السورية نظرا للتطورات الدولية والإقليمية الحاصلة الآن. الأهم أن الوجود الأمريكي هو وجود قوة احتلال على الأرض السورية، وصحيح أن هذا الوجود ارتبط بموازين للعلاقات الروسية الأمريكية في الفترات السابقة، لكن الآن العلاقات الروسية الأمريكية مغلقة وهي في حسابات أخرى تختلف تماما عما كانت عليه قبل 3 أعوام. الوجود الأمريكي هو قوة احتلال في سوريا، وهذا الذي يجب تعريفه، وإن كان على جزء من الأراضي السورية وهو جزء من الأزمة التي استحضرت قوات أجنبية بالحضور على الأرض السورية. المطلوب بلا شك هو إعداد العبدة لمواجهة مثل هذا الحضور، وقد حضرت بعض العمليات التي أخدمت عليها فصائل صغيرة نسبيا مقارنة بالفصائل اللاعبة الأساسية في الدولة السورية ضد القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا. هي معادلة مرتبطة بمدى التطورات الروسية الأمريكية بالنهاية، والأزمة الأوكرانية إحدى ركائزها، وأيضا هي معركة مرتبطة بتطور العلاقات الثنائية السورية في دول الجوار، وبالأخص الانفتاح الذي قد يمهد على تركيا من أجل سحب القوات التركية أو مساهمة تركيا في عودة النازحين وتوفير أجواء لتسوية أوضاع في الشمال سوريا.
إسرائيل بحاجة إلى شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، مقال لعمر دوستري في جيروزاليم بوست الإسرائيلية. رغم الجهود الاستباقية المستمرة للجيش الإسرائيلي ولا سيما في ظل عملية كاسر الأمواج، فإن موجة الإرهاب التي أصيبت بها المنطقة بحسب الصحيفة لا تزال مستمرة بلا هوادة منذ عامين. فشلت هذه العملية بشكل كبير في كبح الهجمات الإرهابية من شمال الضفة بحسب الصحيفة، من الأهمية بمكان استكشاف طرق بديلة لكبح الأنشطة الإرهابية واستعادة الهدوء النسبي في المنطقة ولوقف الإرهاب في الضفة الغربية. كما يقول الكاتب، إسرائيل تحتاج إلى استراتيجية هجومية وحاسمة، ولتحقيق ذلك يجب على إسرائيل الانتقال من استراتيجية الردع والإحباط إلى موقف أكثر هجوما وحسما. يجب أن تركز العملية العسكرية بشكل استراتيجي على استهداف العناصر الأساسيين للعدو، بما في ذلك القضاء على الإرهابيين وتدمير بنيتهم التحتية العسكرية والتنظيمية. وفي الوقت نفسه، وفق الكاتب، يجب على إسرائيل أن تنخرط في تنسيق مسبق مع واشنطن لتأمين شرعية العملية العسكرية. يعني مع تصاعد العمليات المقاومة والعمليات الفدائية المسلحة في الضفة الغربية، سيما الشمال من الضفة الغربية تحديدا، اليوم النداءات المتكررة من قبل بعض أصوات داخل سلطات الاحتلال بضرورة الإقدام على عملية عسكرية في الضفة، يقابلها تعنت في الموقف وعناد على المستوى العسكري والأمني بأن لا جدوى من هذه العملية وأنها قد تتدحرج إلى ما لا يحمد عقباه إسرائيليا. اليوم هل لا تزال إسرائيل عند هذه الكماش أمام المقاومة الفلسطينية عاجزة في مشهد لم تعتده من قبل؟ هي بلا شك تدرك أن واقع جديد قد تشكل في الضفة الغربية. العمليات المتصاعدة والنوعية في التصدي لاجتياحات جيش الاحتلال بلا شك هي تشكل بالنسبة لدولة الاحتلال انعطافة، وهي لا تريد أن يتشكل واقع جديد على أثر هذه الانعطافة. هي أدركت أن شمالها إن كان من جهة لبنان، جنوب لبنان، أو من جهة جنوب السوري، بات في انعطاف استراتيجية مختلفة تماما. وعلى العكس، إسرائيل لا تريد أي مواجهة في هذا الصدد، وبالتالي هي تخشى أن إن صمتت أكثر فقد يتشكل واقع جديد في الضفة الغربية. وهذا الواقع هو واقع يأخذ منحى تصاعدي، وهو يعبر عن أشكال جديدة انخرطت في الكفاح الوطني الفلسطيني بشكل عام. وبالنهاية إسرائيل تدرك أن جوهر الصراع مع مشروعها الاستيطاني الانفجاري هو بالنهاية يتم على أراضي الضفة الغربية وفي القدس وفي الجولان المحتل، وبالتالي المواجهة الحقيقية مع هذا المشروع هي تتشكل عمليا في الضفة الغربية وفي القدس إذا قلنا، وأيضا إذا أضفنا المواجهة الأخيرة في الجولان السوري المحتل. إسرائيل تدرك أن هذه المواجهة قد يترتب عليها إنهاء الطابع الاستيطاني لهذا الاحتلال، وبالتالي نعم، في الحسابات للحكومة الفاشية الإسرائيلية وعتاة الفاشيين الذين الآن هم في صدة الحكم يشاركون نتنياهو هذه الحكومة، هم يدركون ويضعون على أرضية خياراتهم اجتياح لشمال الضفة الغربية. هذا الاجتياح قد يكون مكلف، لكن هم يعولون أن المواجهة وإن كانت مكلفة ستمنع أي تطور ملموس لتشكيلات مقاومة فرضت نفسها على الأرض من خلال كتيبة جنين والتوحد الذي يتم بين الفصائل الفلسطينية على مختلف أيديولوجياتها وعلى مختلف مرجعياتها السياسية، وأيضا هذا الذي تشكل في نابلس البلدة القديمة وينتقل الآن أكثر فأكثر إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. إسرائيل تدرك أن المواجهة الحقيقية مع مشروعها الاستيطاني هو يتم الآن على أراضي الضفة الغربية، وهو في مواجهة قرارات المصادرة التي تتم للأراضي في الضفة الغربية. وبالتالي نعم، قد يقدم الإسرائيليون بمسألة الاجتياح أو يعودوا كما عادوا قبل يومين إلى مسألة الاغتيالات من خلال الجو واستخدام عملية الطيران في اغتيال نشطاء وقادة ميدانيين في المقاومة الفلسطينية. إلى واشنطن بوست وهذا المقال لدانيس روس بعنوان اتفاق نووي إيراني جديد قد يبدو في الأفق. يقول روس، السماح للإيرانيين بالحفاظ على مستوى 60% من تخصيب اليورانيوم وبناء منشآت منيعة يعني أن الولايات المتحدة غيرت نهجها في الشرق الأوسط. وبدلا من منع طهران من الوصول إلى مستويات كهذه، فالقبول بنسبة 60% هو بمنزلة قبول بالوضع القائم باعتماد الولايات المتحدة على الردع لا المنع، وستتحول من سياسة المنع إلى سياسة الاحتواء. موقف كهذا لن يضمن إلا انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط،
الانتشار غير المقيد هو آخر شيء يحتاجه العالم في وقت يخفض فيه الرئيس الروسي بالفعل العتبة النفسية للاستخدام النووي. لذلك يجب على إدارة بايدن أن تنظم أي صفقة مقبلة مع الوقاية لا الاحتواء، وأن تجعل التفاهمات محدودة زمنيا. كما يجب على الرئيس بايدن أن يوضح علنا وسرا أنه إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتحرك نحو سلاح نووي بعد انتهاء هذه التفاهمات، فهو مستعد لتدمير 40 عاما من الاستثمار الذي قامت به إيران في بناء بنيتها التحتية النووية. يمكن تجنب حرب خطيرة بحسب روس، لكن لسوء الحظ فإن سياسة الاحتواء بدلا من الوقاية قد تسرع من وصولها. يعني أستاذ عمر، أن تصل إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى هذه القناعة بأنها لا تستطيع احتواء إيران بعد كل هذه الجهود، سواء الدبلوماسية أو السياسية أو حتى بالعقوبات الاقتصادية والحصار وحتى العمليات الأمنية المتفرقة سواء عبر إسرائيل أو بأدوات غير مباشرة، وتصل إلى هذه النتيجة بأنه لا يمكن احتواء إيران، فأي نتيجة هذه بالنسبة لليوم لإدارة بايدن ولواشنطن استراتيجيا؟ أنا برأيي أن ما يتم تداوله الآن هو خارج السياق التاريخي. الآن إيران تجد نفسها في أريحية أكثر، بالأخص ما بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين، وأيضا من خلال لعب الصين دور في إعادة بث العلاقات الدبلوماسية ما بين إيران والسعودية العربية، ونحن نتحدث عن مركزين إقليميين مهمين. الولايات المتحدة الآن تريد أن تتدخل بطريقة أو بأخرى. الخيار الوحيد المتاح أمامها في الواقعية والعقلانية السياسية هو القبول بحق إيران في توطين واستخراج الطاقة النووية، وهذا حق لإيران لم تجدي معها لا سياسة الحصار ولا سياسة العقوبات، وأيضا أي تلويح في التصعيد العسكري هو خارج الحسابات العقلانية لأي إدارة أو لأي إدارة سياسية إن كانت أمريكية أو غيرها. إذا ما أخذنا أن هنالك تباين كبير أوروبي أمريكي فيما يخص الملف النووي الإيراني، باعتقادي أن ما عرضته الصحيفة هو محاولة لاستقراء مستقبل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو مستقبل بات مهدد بطريقة أو بأخرى، ولم تبقى الولايات المتحدة هي اللاعب الأساس والمهيمن على سياسات الشرق الأوسط. هنالك عمليات سياسية خرجت خارج هيمنة الولايات المتحدة، منها عودة العلاقات الإيرانية السعودية، ومنها مسار أستانا الذي وإن سيأخذ صيغة جديدة وشكل جديد، إلا أنه كرس أنه بالإمكان خلق عمليات سياسية وتسويات سياسية لأزمات الشرق الأوسط خارج الهيمنة الأمريكية فيها. إلى الصحف الروسية نقرأ في روسكايا غازيتا هذا المقال لأندري سوزدالتسيف بعنوان انتهت حرب العقوبات بعد أن استنفذت نفسها. الحزمة 11 من العقوبات مسلية للغاية بحسب الكاتب، حيث كان لجميع العقوبات السابقة تركيز محدد إلى حد ما. تبين أن نظام العقوبات الذي وضعه المسؤولون الأوروبيون متناقض للغاية، وهو يتداعى لأن هناك العديد من الخيارات للالتفاف على القيود. ولا يزال من المفيد للشركاء العمل مع روسيا، الآن ليس لديهم أي شيء للاختيار من بينها. لذلك كانت الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى التستر على الآثار. اتضح أن حزمة القيود هذه عبارة عن حزمة مسبقة الصنع، ويمكن القول إنها نوع من غداء معقد لأوروبا. يعني أستاذ عمر، واضح أنه التحدي الذي اجتازته روسيا في هذه المواجهة مع الأطلسي بعد 11 حزمة عقوبات لم تكن فعليا حزم العقوبات بالنسبة لأوروبا والغرب الناتو تحديدا، إنما اليوم يكمن التحدي في مكمن آخر على الواقع الميدان مع العتاد والعسكر وهذا الدعم الغربي المتصاعد. اليوم روسيا أمام تحدي جديد بعد تخطي حزمة العقوبات 11، وهي ما تابعناه مؤخرا انشقاق قوات فاغنر وهذا التمرد والطعن في الظهر الذي قال عنه الرئيس بوتين. هل سيشكل هذا التمرد طعنة حقيقية بدلا من هذه الحزم من العقوبات؟ بلا شك بعد دخول الأزمة في عامها الثاني، سياسة العقوبات هي سياسة لم تجدي مع الاقتصاد الروسي، وأثبت الاقتصاد الروسي أنه يملك من الجدارة والكفاءة ما يستطيع ما يرسخ هذه المواجهة. روسيا الآن في حسابات أمنية وعسكرية معقدة وسياسية أكثر منها حسابات اقتصادية، بالأخص إذا ما أخذنا أن روسيا تجنح
للتنمية شرقا، وهي باتت ترى في العلاقة إن كان مع الدول الغربية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنها ذاهبة لمساحات أكثر من التعقيد في هذا المجال. وبالتالي سياسة العقوبات هي سياسة أثبت الاقتصاد الروسي والدولة المركزية الروسية الفيدرالية أنها قادرة على مواجهتها، وهي لن تجدي بدولة تمتلك من القاعدة التكنولوجية والوطنية والصناعية الوطنية في أن تتأثر فيها. بلا شك بواد فاغنر هو أيضا روسيا عليها امتحان الآن في وجهة النظر السياسية والأخلاقية التي تريد أن تقدم عليها في هذه المواجهة الروسية الأطلسية. الاستعانة واستحضار نماذج أحضرتها الولايات المتحدة من خلال قوات خاصة تشارك في معارك ذات طابع سياسي وسيادي مهم، برأيي أن هذا يجعل هنالك نوع من التناقض في هذه العلاقة. بالنهاية هذه الشركات هي تضع مصلحتها المالية ومصلحتها الخاصة على المصلحة السيادية لأي دولة، وأنا أستغرب حقيقة لماذا استعان الروس الذين يملكون قيم مختلفة تماما عن القيم الأمريكية في هذا النموذج الذي هو بلا شك نموذج مأدوم. ونحن لاحظنا منذ عام وتصريحات رئيس فاغنر هي تصريحات تتناقض مع التصريحات الرسمية الروسية. هذا التناقض وصل إلى مكانه، وعلى الروس أن يواجهوه بمكان وأن يبدأوا في استحضار قيم مختلفة عن القيم الأمريكية التي سادت في المشهد العالمي. للأسف استحضار قوات فاغنر واستخدام قوات ذات طابع خاص هو أيضا كان ممهد للأدوار الأمريكية في السابق، مثل شركات بلاك ووتر وغيرها. وبالتالي إذا الروس أرادوا أن يكرسوا في هذه المواجهة، في خلفية هذه المواجهة خلفية تستند إلى قيم جديدة تختلف عن القيم الأمريكية والليبرالية التي سادت في العالم. أما إذا الروس لم يقدموا هذا النموذج الجديد، فهم سيكونوا عرضة لأزمات، وإدارتهم عرضة لأزمات متتالية في إذا ما أرادت أن تستعين في نماذج الليبرالية كما استخدمتها الولايات المتحدة في السابق. المساعدات هي ساحة المعركة المقبلة بين الصين والغرب. مقال في فورين بوليسي الأمريكية لأجاتا ديمارس تقول فيه: عندما يجتمع نحو 50 من قادة الدول في باريس لحضور قمة ميثاق تمويل عالمي جديد، فإن السؤال الرئيسي المطروح على جدول أعمالهم هو سؤال مألوف: كيفية معالجة تغير المناخ والفقر العالمي؟ مع ذلك فإن القمة أقل تقليدية مما يبدو للوهلة الأولى. ما تفعل فرنسا وبربارس تظهر أن مساعدات أصبحت البربادوس تظهر أنها أصبحت ساعات المعركة التالية في المنافسة على النفوذ العالمي بين الصين والغرب. تضيف الكاتبة بلغة المديونية: بلغت المديونية في الجنوب العالمي مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة. المشكلة هي أن الكثير من الاقتصادات النامية يكافح الآن لسداد ديونه المتراكمة. الإحصاءات مزعجة: تنفق البلدان 91 الأكثر فقرا في العالم في المتوسط أكثر من 16% من إيراداتها المالية على خدمة الديون. بالنسبة إلى البلدان الغربية فإن التركيز على إعادة هيكلة الديون هو استراتيجية ذكية. تعتقد الدول الغنية أيضا أن الآن قد يكون الوقت المثالي للرد على سخاء بكين المالي مع الدول النامية، لكن مثل العديد من القمم الأخرى من المحتمل أن ينتج عن اجتماع باريس الكثير من الوعود المبهجة التي لن يجري تنفيذها على أرض الواقع. يعني هنا السؤال أستاذ عمر، من حيث اختتمت الكاتبة مقالها، هل هذه الدول المجتمعة اليوم سيما الصناعية الكبرى منها قادرة على تطبيق التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر، أم أن التحديات الكبرى أحداها من تداعيات المواجهة الروسية الأطلسية تلقي بظلالها على اقتصاداتها، وبالتالي هذه ستبقى وعود جوفاء؟ أنا برأيي أن ما يحدث الآن هو بداية حرب الأفكار فيما يخص إعادة الهيكلة لبناء نظام مالي ونقدي عالمي جديد. هو لم يكن ذات أثر مباشر على الاقتصاديات العالمية، بقدر هو يعلن عن بداية الحوار الحقيقي الذي بات يستحوذ على مساحات مهمة في آراء الاقتصاديين العالميين، وهو أن العالم حتما مقدم على تشكيلة جديدة لنظام دولي جديد، وفي قلب هذا النظام هو النظام المالي والمصرفي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ويتسيد الدولار هذه الهيمنة. وبالتالي هو بلا شك بداية حرب الأفكار باعتقادي أكثر مما هو قد يجلب أدوات جديدة للمواجهة. المواجهة لن تكون في إطار التحضيرات الأوروبية باعتقادي في هذا النظام. المواجهة يجب أن تتم من خلال تتبع السلوك
الصيني في السياسة النقدية أو المالية الدولية، وأيضا حلفائها وعلى رأس الروس، وما ينتج عنه من أفكار من خلال قمة بريكس، من خلال إنشاء عملة موحدة، أو من خلال طرح مقاصة دولية للتبادلات ما بين الدول. هذه الأفكار هي بلا شك محط اليوم بحث من قبل العديد من المفكرين الاقتصاديين عالميا، لكن لا يجب الرهان على هذه القمة. البنك الدولي أدرك أن دول الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا قد تتهدد جودتها الائتمانية قبل عامين، وأدرك أن المطالبة بإعادة جدولة الديون هو الخيار الأفضل من خوف حضور الحالة السريلانكية من انهيارات وأزمات مالية واقتصادية، وبالتالي التخلف عن سداد الديون أو التخلف عن خدمة فوائد هذه الديون. العالم يدرك أن الأزمة الاقتصادية ليست فقط ذات أثر مباشر للمعركة الأوكرانية الروسية الأوكرانية أو الروسية الأطلسية، الأزمة الاقتصادية العالمية أيضا لها مفاعيل أخرى، الصعود الصيني هو واحد منها، والإقدام على خلق تبادلات في العملات المحلية أو بعملات خارج هيمنة الدولار مع دول كبيرة وأهمها الصين والسعودية وروسيا وأيضا الهند هو يشكل تهديد مباشر لهيمنة الدولار. هذه الهيمنة على التبادلات الدولية بدأنا نشهد أمثلة خارج هيمنة الدولار، لكن يبقى الدولار هو الاحتياطي الدولي الأكثر حضورا بالرغم من أنه شهد تراجع في الأعوام الماضية، إلا أيضا هذه المواجهة تتطلب تحضير خيال سياسي لكل المفكرين الاقتصاديين وبالأخص في الدول المركزية التي تواجه هذه الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على النظام المالي العالمي. ختام هذه الجولة من صحيفة الأخبار وهذا التقرير لعلاء حلبي بعنوان الجولاني صاعد ميدانيا والفصائل تنتظر كلمة السر. أنقرة دمشق انطلاق أولى خطوات فتح الطرق. لم تتلقى الفصائل التابعة لتركيا حتى الآن أي توضيحات حول مضمون خريطة الطريق الروسية للتطبيع بين دمشق وأنقرة، والتي أعلنت موسكو وطهران عن توافق سوري تركي عليها على هامش اللقاء العشرين لمسار أستانا قبل يومين. وتزامن هذا الإعلان مع حشد الجيش السوري مزيدا من القطع العسكرية على محاور عديدة في محيط حلب، الأمر الذي قوبل بتصعيد عسكري لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة طول مواقع كانت هادئة نسبيا في رفي اللاذقية وحما، ما وضع منطقة خفض التصعيد على محك اختبار حقيقي لأولى خطوات طريق التطبيع الطويلة. إلى ذلك تعيش الفصائل المنتشرة في ريف حلب الشمالي حالة شك متزايدة في ظل عدم تلقيها أي توضيحات حول مضمون خريطة الطريق التي يجري الحديث عنها والخطوات التي قد تشملها هذه الخريطة. لعل أستاذ عمر الجولة العشرين من جولة أستانا هذه قد تطفي بظلالها على مزيد من التعديلات في الخارطة الميدانية إحداها فتح الطرق لا سيما T5. اليوم أي مسار يمكن أن تسلك هذه العملية انطلاقا من التفاهمات السياسية المبنية؟ أنا برأيي أن المعادلة تغيرت تماما في الأزمة السورية، وأساسها أن وهج والدعم اللامحدود الذي نالته المعارضة السورية بات في تراجع، ومركزية حضور هذه المعارضة لدى أجندة الدول الغربية التي دعمتها ومولتها وأسندتها أيضا هي في تراجع، وبالتالي أنا برأيي لم تعد المعارضة السورية هي الفاعل الأساسي في شكل هذه المفاوضات، وبالتالي سنجد صيغة متطورة لصيغة أستانا وهو الحوارات المباشرة ما بين الدولة السورية وخصومها السياسيين في الإقليم وعلى رأسهم تركيا. أيضا الدور والتقارب الذي دفعت به السعودية العربية وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية هو يدلل أن مفاعيل هذا الصراع هي باتت مفاعيل أخرى وهي لم تعد مرتبطة باللاعبين المحليين في المعارضة السورية بقدر ما هي مرتبطة بالداعبين الإقليميين والدوليين في هذا الصدد. نحن أمام تحول قد يؤدي إلى انفراجه، وبلا شك الانفتاح السوري التركي وإن كان يمر بمحاذير معينة إلا أنه قد يتيح شروط تهدئة على الأرض وعلى الميدان، وقد يفرض على بعض الفصائل المسلحة قبول صياغ هي كانت ترفضها في الأعوام الماضية. وهنا السؤال، هل يمكن لتركيا أن تعطي الضوء الأخضر لصراع ما بين جبهة النصرة والفصائل التي تقع في نطاقها والتي هي أصلا بطبيعة الحال تشهد اعتراضات شعبية وتمرد عسكري فيما بين سيما ما يسمى الجيش الوطني وعدد من الفصائل الأخرى، هذا من ناحية، وعن الضوء الأخضر التركي أو ضرب الجولاني أو تأجيل معركة الحسم معه؟
برأيي أنه هذه القوى المعارضة الآن هي تمر في أزماتها، لم تعد تتصدر الأولوية فيما يخص الأجندة التركية الخارجية أو فيما يخص أجندات لدول إقليمية أخرى، وبالتالي بلا شك هذا التنافس الداخلي فيما بينها هو لكي يقدم أحد الأطراف نفسه على طاولة التسوية الذي لفظتهم جميعا. أنا برأيي التقارب السوري التركي هو مفتاح لخلق واقع جديد، وعلى المعارضة أن تقتنع تماما أنها لم تعد تمتلك هذا الوهج الذي نالته في العقد الماضي، وأن عليها أن تتواضع في مطالبها وأن تقبل في شروط تسوية ممكنة إذا أتاح هذا التقارب الذي ترعاه روسيا وإيران ما بين سوريا وتركيا شروط جديدة على الأرض. في الحدث هذا اليوم جدل أردني إثر تصريح لرئيس الحكومة بشر الخواصنة يقول فيه إن الموارد وهم. تصريح يعاكس ما قاله وزير الطاقة بشأن ثروات نفطية وغازية في الأردن يبنى عليها مستقبلا. فكيف تفهم هذه التصريحات اليوم؟ وهل تغلق الباب أمام الاستكشاف النفطي في البلد المأزوم اقتصاديا بعدما رفعت الحكومة طويلا شعار النفط أولا؟ أم أن السجال النفطي يأتي في إطار حسابات سياسية ما؟ لكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم ننتقل إلى عمان، وهذه جولة على أبرز ما ورد في الصحف الأردنية تصحبنا فيها مراسلتنا لنا شاهين. مرحبا لنا، تفضلي. تحية لك محمد، تحية للدكتور عمر وأيضا للسادة المشاهدين. نبدأ جولتنا محمد على الصحف الأردنية مع صحيفة الرأي، ونقرأ منها: ممثل الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على اعتداءاتهم. وإلى صحيفة الدستور الأردنية ونقرأ من عناوينها البارزة: مجموعة العمل المالي الأردن نجح بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الزيارة الميدانية هي الإجراء المتبقي لإعلان رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية. أما صحيفة الغد فنقرأ منها: في ظل تفاقم التحديات المائية تنمية مناطق المياه الجوفية ضرورة ملحة. ونعود محمد إلى صحيفة الدستور ونقرأ مقال لعوني الداود بعنوان: معوقات أمام الصناعات الوطنية. يقول فيه: الصادرات الأردنية إضافة إلى السياحة عنوانان رئيسيان في عناوين التعافي الاقتصادي الأردني بعد جائحة كورونا، لذلك لابد من الاستمرار في دعم هذين القطاعين لأثرهما الكبير في رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتياطات الأجنبية. وتأتي في مقدمة صادرات الأردن منتجات قطاعات التعدين والأدوية والكيماويات والألبسة والصناعات الغذائية. دعم القطاع الصناعي وصادراته موضوع أولوية للدولة الأردنية وفق الكاتب، ويتمثل ذلك في العديد من القرارات وفي مقدمتها إنشاء صندوق دعم الصناعة الأردنية. ومن بين أهم محاور الدعم في هذا الصندوق هو دعم الصادرات، ورغم ذلك يطفو على السطح بين حين وآخر بعض العوائق الإدارية والفنية التي تستوجب تدخلا سريعا من أصحاب القرار والجهات المعنية لإزالتها، دعما للصناعات الوطنية وبالتالي لدعم الاقتصاد الوطني. لنا يعني هناك سؤال اليوم يطرح في الشارع الأردني إذا ما نتابع حيال هذه القضية. مبنى السؤال الأول هو عن مدى معاناة الاقتصاد الأردني اليوم في الوقت الراهن، وتاليا أو ربطا كيف يقرأ الأردنيين تضارب تصريحات ما بين رئيس الوزراء ووزير الطاقة؟ نعم محمد، يعني وفقا للسؤال الأول، الاقتصاد الأردني هو يعاني بكل ما في الكلمة من معنى. نحن نتحدث عن معدلات للبطالة هي غير مسبوقة، أرقام تاريخية. نتحدث عن معدل وصل إلى تقريبا يلامس حاجز 23، رقم كبير. الاقتصاد الوطني يعني حتى وفقا لوزير الطاقة يقول إنه الطاقة والكهرباء أرهقت كاهل الاقتصاد الأردني، تقريبا 18% من الناتج الإجمالي يذهب للطاقة وللكهرباء، فيما المعدل المتوسط العالمي هو 5%، ليس أكثر من ذلك. صحيح أن الأردن لديه الكثير إذا ما تحدثنا عن الموارد الطبيعية ونتحدث عنها لاحقا، ولكن لديه أيضا روافد لهذا الاقتصاد،
نحن نتحدث عن السياحة، نتحدث عن الصناعات، نتحدث عن التعليم أيضا، ولكن هذا مع جائحة كورونا، جائحة ألقت في ظلالها السوداوية على الاقتصاد. لغاية الآن الاقتصاد يحاول التعافي. هناك وضع الأردن خطة التحديث السياسي، لكن هذه الخطة هي تمتد على مدار عقد من الزمن، تحتاج إلى يعني وفق الخصاونة تقريبا إلى 10 سنوات. هي خطة عابرة للحكومات، يسعى الأردن للوصول إلى النمو الاقتصادي في هذه الخطة يعني إلى حدود 5.5%، ولكن وتوفير تقريبا 1,000,000 فرصة عمل، ولكن كل هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد. أما فيما يتعلق بالحدث، حدث هذا اليوم، نحن نتحدث هناك انقسام في الشارع الأردني، هناك ازدواجية في التصريحات، إذا كان للرئيس، رئيس الوزراء، الخصاونة ووزير الطاقة، انقسمت أيضا حياله الآراء، إن كان للخبراء وإن كان للمراقبين وحتى أيضا بالنسبة للمواطنين. الخصاونة يقول بأن الموارد الطبيعية وهم، وهذا ما ينفيه. إذا ما تحدثنا بداية، دعنا نبدأ في من يدافع عن الخصاونة، قال بأنه التعبير خان الرجل، كان يتحدث إلى فئة من الشباب، إلى طلاب من الجامعة، وأراد رسالة بأن الموارد البشرية هي أفضل وأبقى ولها ديمومة أكثر من الموارد الطبيعية. في هذه الإطار، في هذه الخانة، خانه التعبير للخصاونة. هناك من هاجم وهاجم بشدة يعني محمد، بدليل أن هناك تصريحات كثيرة ومتعاقبة، إن كانت من حكومة الخصاونة نفسه لتصريح لوزير الطاقة أو ما سبقه من حكومات سابقة. وزيرة الطاقة السابقة خرجت على الملأ وبيدها زجاجة من النفط. هناك الكثير من التصريحات لأن هناك الأردن غني بالمعادن والنفط والغاز وما إلى ذلك، وهذا صحيح وفق يعني بيانات وتصريحات وزارة الطاقة. الفريق المهاجم يعني رد على الخصاونة بقوله إنه الأردن يصدر الفوسفات، يصدر البوتاس، يصدر الأسمدة، من أين أتت هذه المعادن إذا كانت الموارد الطبيعية هي وهم. هناك من ذهب محمد أبعد من ذلك وقال إن وراء الأكمة ما وراءها، هناك اتفاقيات مع إسرائيل، نتحدث عن اتفاقية غاز تربط إسرائيل بالأردن، نتحدث عن 15 عاما تقضي الاتفاقية بتزويد إسرائيل الأردن بالغاز مقابل 10 مليارات، نتحدث عن إعلان النوايا، الماء مقابل الكهرباء. الأردن يعني جاء هذا الإعلان بتمويل إماراتي بدعم أمريكي، ويقضي بأن تقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالماء مقابل أن تقوم الأردن بتزويد إسرائيل بالطاقة. الطاقة هذه الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، أكد عليها وزير الطاقة وقال أنه لابد من استثمارها ومن استغلالها، وحتى قال أنه خلال عامين قد تصل إلى 40% توليد هذه الطاقة. إذا يعني لولانا تترك لنا القليل في هذا الشأن لنتحدث مع الأستاذ عمر فيه. شكرا جزيلا لك لنا على إحاطتك. أنا أشكرك. ختاما، هذه التصريحات ليست لي، هذه التصريحات هي وفق الحكومة، هي وفق وزارة الطاقة، ونحن في الميادين ننسب كل تصريح إلى مصدر وزارته. صحيح. الواقع على كل الأحوال هذا الانقسام هو موجود. إليك وإلى ضيفك الدكتور عمر. شكرا شكرا لك لنا شاهين ورسلتنا من عمان. بالعودة إليك دكتور عمر، يعني تستهدف الأردن توليد أكثر من 45% من الكهرباء من الطاقة المتجددة والصخر الزيتي المنتج محليا، وهذه معلومة يعني تعني الأردنيين جدا بموجب الاستراتيجية الطاقة 2020-2030. هل هذه الاستراتيجية يعني يمكن أن تبصر النور أو تجد مسارها إلى خواتيم سعيدة في 2030، انطلاقا من معايير سياسية وتحديات سياسية، تحديات أمنية، تحديات لوجستية، وفق الصعوبات الدولية التي يشهدها السوق الدولي اليوم؟ بداية تحية للزميلة لما شاهين والتي أسهبت بإيجابية في هذا الموضوع. أنا برأيي أن التصريحات المتضاربة في موضوع الطاقة والثروات الوطنية هي محطها أولاً الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية هي خارج نطاق البحث، وهذا يعبر أن هذه الهوية الاقتصادية هي مخطوفة
من قبل السلطة السياسية وتخضع لوثق اشتراطات القوى الإقليمية والدولية، وهي التي تتيح للأردن عدد من المساعدات والمنح المالية مقابل تبدلات معينة تحدث في هذا الملف. هذا الملف يشهد تضارب وغياب لقاعدة بيانات رسمية، وإن دل فهو يدل على أزمة حق الحصول على المعلومة. هناك غياب واضح للبيانات الوطنية في هذا الشأن، وبالتالي يبقى هذا الملف، ملف النفط في الأردن، هو ملف محط إشاعة وأخبار متضاربة بين الحين والآخر. والمؤسف أن هذه الإشاعة مصدرها هو سلوك رؤساء الوزراء المتعاقبين في هذا الملف. طارة يتحدث عن كميات جيدة ووافرة والتجارية ممكن استخراجها من النفط الأردن، وطارة أخرى يصبح أن الرهان على هذه المصادر الطبيعية هو رهان غير معقول. على أي حال، كل الدول النامية في مسألة تصدير الثروات الطبيعية أو استخراجها من باطن الأرض هي خضعت لشروط ومقتضيات تقسيم العمل الدولي من موافقة المنظومة الرأسمالية العالمية، ويبقى استخراج أو الحق في استخراج ما هو في باطن الأرض أو الحصول على معلومات دقيقة ما هو في باطن الأرض أيضا هو ليس فقط مسألة سيادية محلية بقدر ما هو مسألة ارتباطات مع هيمنة احتكارات دولية عابرة للقارات فوق قومية. هذا شاهدناه أيضا في الملف اللبناني عندما احتجبت شركة توتال عن التنقيب حتى أتيحت ملف تسوية غير مباشرة مع دولة الاحتلال فيما يخص الحوض رقم الخط رقم 23 وبالتالي حق لبنان في استخراج النفط، أبدت الشركة رغبتها في العمل في ذلك. هذا إن يدل أن الاحتكارات العالمية الفوق قومية هي أيضا جزء من السياسة الدولية التي صحيح. تتم، وهيمنة الدول الغربية عليها هو يجعلها مفتاح سر ومفتاح قدري وكنز أيضا تتعاطى معه الشعوب، أننا نملك ثروات أم لا نملك ثروات. على أي حال، الأزمة ليست فقط أزمة هل يوجد نفط في الأردن أم لا، ملف الطاقة بحد ذاته هو ملف بحاجة لبحث وطني حقيقي ووضع استراتيجية وطنية. نحن نملك فوائض من إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة، ولم يتح لنا قانون قيصر أو العلاقة مع الأمريكي والعلاقة والأزمة مع دول الخليج أن نصدر هذه الفوائض للجنوب السوري ولا إلى لبنان، وهذا كان طلب لبناني منذ العام 2016 حتى اليوم. ما يدل أن في الوقت الذي نصدر وفي الوقت الذي ننتج فيه فوائد في الطاقة الكهربائية أيضا تتعمق عمليات غير مفهومة اقتصاديا في الحسبة الاقتصادية مع دولة الاحتلال من خلال اتفاقية الغاز التي ألزمتنا. ما هنا مكمل السؤال دكتور، صحيح، دولار، والتي أيضا ألزمتنا في مقايضة الطاقة الكهربائية بحصص مائية من دولة الاحتلال. هذا يجعل ملف الطاقة والثروات الوطنية هو ملف بلا شك يجب أن يخضع في الأساس لحوار وطني ولقاعدة بيانات وطنية، وأيضا لتحديد هوية الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية. البقاء في المربع الليبرالي وبقاء النخب الليبرالية هي التي تتسيد إدارة هذا الملف. يبقى هذا الملف هو خاضع لتقلبات الإقليم وللتقلبات الدولية، ونحن نعرف تماما أن هذا الملف ينشط في أحيان تصبح هنالك تباينات خليجية أردنية أو تباينات أردنية أمريكية، وبالتالي الاستمرار في هذا التضارب هو يقلل من نصيب الثقة ما بين الحكومات الأردنية والمواطن الأردني الذي يجد نفسه أمام مراجعات غير حقيقية. ونحن شاهدنا أن أكبر استثمار في الأردن خاص وهو استثمار العطارات واستخراج الطاقة من الصخر الزيتي، أيضا هذا المشروع الذي هو الآن ناجز لم يعمل يعني على ما يبدو تتميز الأردن بها الصخر الزيتي، يعني قلة من سمع بهذا المورد الطبيعي. نعم، وهو أكبر مشروع واستثمار خاص في الأردن وتجاوز 2 مليار دينار. وعلى الرغم من جهوزية هذا المشروع لاعتبارات سياسية كبيرة جدا 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 حرم الأردن من تشغيله، والآن هذا المشروع هو عرضة للتحكيم الدولي ما بين الأردن والشركات الصينية والماليزية في المحاكم الدولية. وبالتالي هذا يضع ملف الطاقة وبحاجة لقاعدة بيانات وطنية لاستراتيجية وطنية، وبالأساس هذه القاعدة يجب أن تستند ما هي الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية. حتى اللحظة هذا السلوك الذي يمارسه رؤساء الوزراء
هو سلوك يعمق التضارب ويعمق التشكيك في جدوى الاعتماد على وجهات النظر الحكومية. نعم. وهذا يزيد من فجوة الثقة ما بين المواطن والإدارات الحكومية بشكل عام. أيضا فيما يخص تصريح رئيس الوزراء هو أتى في سياق وإن خانوا التعبير هو أتى في سياق أن الرجل يراهن ما زال رهانات هي بعيدة عن أرض الواقع. الرهان على تعزيز الموارد البشرية الأردن لديه هذه الميزة النسبية. نعم. لكن أيضا إطلاق تصريحات من هذا النوع هو يمس شكل الإدارة في الدولة الأردنية. وأنا برأيي أن لو كان رؤساء الوزراء في الأردن يخضعون للمسائل الشعبية والمسائل التشريعية الحقيقية صحيح. لما أقدموا على إطلاق تصريحات متضاربة هنا وهناك بين الحين والآخر تزيد من هذا التشكيك وتزيد من هذه الفجوة في الثقة في الأردن. ماذا في جديد اليوم؟ في جديد اليوم وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قامت به قوات فاغنر بالانقلاب والخيانة وتعهد بمحاسبة المتمردين. وفي كلمة مقتضبة له قال بوتين إن القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح، داعيا قوات فاغنر للتعقل ووقف هذه التصرفات التمردية التي تضعف روسيا. نواجه تمردا مسلحا وردنا على العصيان والتمرد سيكون صارما وقاسيا. التمرد على الشعب ورفاق القتال طعنة في ظهرنا. سندافع عن دولتنا ولا مفر للمتمردين والخونة من عقابنا. هناك من يحاولون دفع البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية وردنا عليهم سيكون قاسيا. القوات المسلحة تلقت الأوامر اللازمة لتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح. الوضع في مقاطعة روستوف ما زال صعبا وسأقوم بكل ما في وسعي كرئيس للبلاد بالدفاع عنها. نتابع بالحبر الجديد بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم، ننتقل إياكم في هذه الجولة على أبرز موضوعات وقضايا الميادينات بلغاتها المتعددة. البداية من الميادينات باللغة العربية ونبدأ من هذا المقال في صفحة متابعات لإبراهيم علوش بعنوان في الجغرافيا السياسية لليورانيوم. في صفحة الثقافية نقرأ ليوسف شرقاوي كارلوس زافون ونزوة القص المباركة. ما في الرياضة فنقرأ تحقيقا بعنوان لافت لحسن عطي، ماذا لو لم يولد ليونيل ميسي. من الفيديوهات نشاهد ما نشرته منصة الميادين جو بعنوان أياكس المدرعة المنحوسة تكشف أزمة في الجيش البريطاني. نتابع هذا الفيديو. من صفحة السياسة نبدأ بهذه المادة بعنوان في الميادين إنجليش بطبيعة الحال العالم بلا هيمنة. على الرغم من كونها أقوى بكثير من خصومها على الورق إلا أن الولايات المتحدة حققت نجاحا محدودا في بناء تحالف عالمي لدعم أوكرانيا. من صفحة التحليل نقرأ معا مقال الكاتب البريطاني ديفيد ميلر بعنوان تفكيك الصهيونية، كيف يساهم اللوبي الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين. في الانفوجراف نتابع هذا الملف المهم واللافت بعنوان من المتوقع أن يواجه ما يقرب من ربع سكان الاتحاد الأوروبي الفقر في عام 2022. أما صفحة بالصور فتمدنا اليوم بهذه القصة القاسية بعنوان فضيحة ويندراش طرد المصابين بأمراض مزمنة من مستشفيات المملكة المتحدة. ملف هذه جولة على أبرز ما تناولته منصات التواصل الاجتماعي ضمن فقرة الميادين أونلاين، يرافقنا فيها اليوم الزميل من الميادين نت كريم شرارة. مرحبا كريم، تفضل. يعطيك ألف عافية محمد، تحياتي للمشاهدين الكرام. بداية سوف نبدأ مع حديث الجميع والذي هو التطورات في روسيا، ما حصل مع قوات فاغنر وما
والذي أخذ برواد مواقع التواصل إلى كثير من التحليل، إذ يعني تناقل رواد مواقع التواصل يعني فيديوهات مختلفة لقائد فاغنر يفغني بريغوجين بعد وصوله إلى منطقة روستوف كهذا الفيديو الذي يظهر لحظة وصوله، أو هذا الفيديو الذي كرر فيه حديثه ضد وزير الدفاع الروسي شويغو. وطبعا استفاد البعض من الموالين لفاغنر من هذه الفرصة للقول أن بريغوجين لا يسعى وراء انقلاب، وأن مشكلته منذ البداية كانت مع وزير الدفاع الروسي وقائد الأركان، ووصفوا ما يحصل بعملية تنظيف داخلية فحسب. وفي مشهد سوريالي بعض الشيء، وفي وسط كل ما كان يحصل في منطقة روستوف ودبابات فاغنر في الشوارع، تناول الناشطون فيديوهات كهذه تظهر عمال النظافة في المدينة يزاولون عملهم كالمعتاد وكأن شيئا لم يكن. أما انتقالا إلى أمريكا، حيث في خبر غريب بعض الشيء أيضا، اتفق الملياردرين إيلون ماسك ومالك تويتر ومارك زوكربيرغ أي المالك للشركة الأم ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، على خوض نزال ودي في قفص، فغرد حساب وول ستريت سيلفر اختر مقاتلك إيلون ماسك الذي طوله 187 سنتيمترا، أو الزك كما يناديه البعض بطول 172 سنتيمترا. وذهب آخرون خطوة إضافية إلى الأمام، إذ قاموا بصنع فيديو يظهر الاثنين وكأنهما في لعبة قتال. أما في فلسطين، يعني فلسطين هي دائما محور اهتمام ناشطي مواقع التواصل، واحد الفيديوهات الذي تم تناوله بكثرة اليوم يظهر ونشرته عبير الخطيب، يظهر صحفيا يسأل المطول العقاري ذات أصل فلسطيني محمد حديد عن طفولته، ويشعر الصحفي بالقول يقول أنه ولد في إسرائيل، فيصلح له حديد قائلا أنا ولدت في الناصرة في فلسطين. وبما أننا في أيام الحج، تناول الناشطون أيضا صورا وفيديوهات مصورة ومعلومات عن الحج، من فيديوهات من باكستان أو عفوا لباكستانيين تظهر الرياضيين الباكستانيين في غرفهم بالقرب من الكعبة، والتي قد تكون مشاهد مؤثرة الكثير من الناس. أو قصة هذا الرجل الذي انطلق من الهند سيرا على الأقدام ومر عبر باكستان وإيران والعراق ثم الكويت حتى وصل بالنهاية إلى مكة المكرمة في موسم الحج، رمله الذي استغرقه حوالي العام كامل. ترك كيرالا في الهند في الثاني من حزيران العام الماضي، ووصل إلى مكة في السابع من حزيران هذا العام، وقطع بذلك مسافة 8640 كيلومترا، وكله سيرا على الأقدام. أما في هذا الفيديو فبوسعنا أن نرى كيف كان حجاج بيت الله الحرام يتنقلون في العام 1928 من خلال هذا الفيديو الأرشيفي الذي يمكننا أن نفهم مدى المشقة التي كانوا يتحملونها وقتها تحت نار الشمس الحارقة وخلال مسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلومترات، وكله من أجل أداء مناسك الحج. هذا ما لدينا اليوم، يعود إليك محمد. شكرا لك كريم شرارة، يعني وحج مبرور وسعي مشكور لكل حجاج بيت الله الحرام، جعل الله كل من يرغب في هذه المناسك وهذه الشعيرة أن يطعمه إياها. شكرا جزيلا لك الكاتب أيضا والمحلل السياسي دكتور عمر عواد، شاركتنا من العاصمة الأردنية عمان في هذه الحلقة من بالحبر الجديد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي وإياكم من هذه الحلقة بالحبر الجديد، انتهى، إلى اللقاء. We'll be right back.